إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن العلمانية تنتمي إلى العلم أو مشتقة من العلم. العلمانية ما مشتقة من العلم، إنما هي فكرة من الأفكار الإلحادية المعادية للأديان. والعلمانية تقوم على أساس أن الحياة لا علاقة لها مع الدين ولا مع الدار الآخرة. عشان كده كل الأفكار والعلمانيات المختلفة، إن كانت العلمانية الكفرية الشيوعية أو غيرها من العلمانيات الموجودة داخل السودان وخارج البلاد في كل أقطار الدنيا، كل هذه العلمانيات معادية للأديان، مصادمة للأديان، وخصوصا الدين الحق ألا وهو الدين الإسلامي، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ما في دين غير الدين الإسلامي. والناس اللي بيسموا الديانات الأخرى أو الديانات السماوية ده اللي ما بيفهموا، ما في حاجة اسمها ديانات سماوية. ربنا سبحانه وتعالى ما جاب ديانات، الدين واحد، لأن الأديان كل الشرائع السماوية متفقة في أصل واحد ألا وهو التوحيد، عبادة الله وحده وما يعبد غيره، كما قال تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الرسل كلهم دين واحد، لكن بتختلف الشرائع، الصيام شكله كيف، الصلاة شكلها كيف، غيرها من الأمور بتختلف. عموما العلمانية فكرة ضد الدين. أهل النجروا ذاتهم عرفوا تعريف، قالوا هي اللا دينية. يعني ليه لما يجي واحد متفلسف ويقول لك أنا علماني، هو ذاته بكون ما فاهم علماني معناه شنو. علماني معناه لا ديني. لا ديني يعني شنو؟ اشرح لك بالدارجة كده. لا ديني معناه شوف، ما تقول لا يلا قال ولا الرسول قال، برنامجهم ما عنده علاقة مع قال تعالى ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأفكار العلمانية اللي بدت تحيا من جديد في السودان، اللي بدت تحيا من جديد واللي بدت تعمل لها قواعد وتنتشر أوساط الطلاب، هذه الأفكار العلمانية نهايتها بعدين أي زول يقابل الله بدين علماني ده ما عنده مع الله أي حاجة، لأنه ما ممكن أنت تقابل ربنا يوم القيامة وتقول له أنا ما عندي علاقة مع القرآن ولا مع السنة ولا تقول له النبي قال، ما ممكن. لأنه في القبر الإنسان بيسألوه ثلاثة أسئلة في القبر. السؤال الأول من ربك؟ أنت كعلماني حجاوب تقول شنو؟ تقول تنظر يعني ولا شنو؟ هنا في الدنيا بتنظر علينا، وبما إنه وإن بسغت وتبلورت خليني من بلورت إنت هنا. هناك في الغبر حتتبلور كيف؟ جوا في الغبر حتقول لهم وعلى مستوى الغبر ولا حتقول شنو؟ سؤال واضح ما في نقاش كثير. سألوك في القبر من ربك؟ حتجاوب تقول شنو يعني؟ ده النوع ذاته النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنه، قال فيقول ده المجرم الملحد المنافق الخبيث، فيقول ها ها لا أدري. ها دي معناه شنو يعني؟ بحاول يتذكر كده من ربك. زمان في ناس بيقولوا الكلام ده، داري يتذكر في النهاية يقول لا أدري لا أدري. ليه لا أدري؟ انت قال الإجابة امتحان زي امتحان الدنيا يحفظوك له. ما هي عاصمة ما تعرف مصر الغاهرة؟ انت قال كده
ما إجابة بتاعت معلومة، إجابة بتاعت عقيدة. عقيدة انت علاقتك مع الله في الدنيا شنو عشان تقدر تجاوب بعدين لما انت جيت يا علماني كويس انت حتقول شنو بعدين. وانا طرقت الموضوع ده بالذات ليه؟ لان العلمانية اول ما تهدم في قلب المسلم تهدم فيه الايمان بالاخرة. ما بقول لك ما في اخرة وكده، ما بيقدر يقولها. اصل الشيوعي بيكونوا قاعدين، احتمال في المنبر ده يكونوا قاعدين، وانا هسه بتلفت بعين كده دار اشوف واحد ما بعرفه انه شغال في الجامعات دي قديم جدا كويس بكون لكن ما بيقدر يجي قدام الطلاب المسلمين يقول لهم يا طلبه انا كافر والله ما مقتنع به زي ما بيقولوا الاسياد بتاعينه. تقال الشيوعيه دي نجراها هنا في السودان ياد تقال جابوها في الجماير. الشيوعيه دي فكره عندها جذور وعندها ناس قادة ألفوا لها مؤلفات. انت يا شيوعي قاعد بتحضر لو في بتعرف كتاب لإنجلس اسمه دور العمل في تحول القرد إلى إنسان، بتعرف كتاب لإنجلس وماركس مع بعض اسمه البيان الشيوعي، بتعرف كتاب اسمه مختارات لينين الصفحة 172 لينين يقول وبهذا الصدد نقول إننا لا نؤمن بالله. ما مؤمنين بالله. أبقى راجل شيوعي تعال هنا ده قل لي أنا نحن لا نؤمن بالله. ما بتقدر. بخاف ما بيقدر يقول كلام زي ده. لكن في النهاية يا شباب خلاصة الفكر الشيوعي وخلاصة الفكر العلماني لا يؤمنون بوجود إله ولا يؤمنون بقيامة ولا بحساب ولا بعذاب ولا بجنة ولا بنار ولا بأي حاجة. الشيوعيين يقولوا نحن نؤمن بثلاثة ونكفر بثلاثة، نؤمن بلينين وماركس وإنجلس ونكفر بالله ونكفر بمحمد ونكفر بالملكية الخاصة. ده انت راجي منه حاجة؟ يجي بعد ده يتفاصح شيوعي وطبعا بيظهروا من خلف الجمعيات، يجي يعمل لك جمعية رزاز وجمعية فتيات وجمعية شنو؟ ادى صور البنات. شفت كل ما تلقى الجمعية بنات كتار اعرف في ورا شيوعي لابد بورا. يجوا لابتين مدسين وصفقة ومنتدى شعري ويعمل لك دلوكة، يا ده الشعب السوداني ناقص دلوكة؟ نحن هسه كسودانيين عشان نحل مشكلتنا ناقصين دلوكة؟ دلوكة بتاع شنو انت ما عاجل ولا شنو؟ هو دار يوصلك نهايتها وين؟ نهاية الأمر دار يوصلك إنه ما في إيمان بحاجة اسمها آخرة بعدين، لأنه الآخرة بتحكمني أنا كمسلم. أنا الليلة بعمل حاجة عشان خايف من الله. لما الأذان بتاع الصلاة يأذن وأنا أمشي المسجد أتوضى وأمشي المسجد، باقي لك ماشي ليه يعني؟ مش خايف من الله؟ مش أنا بمشي بصلي؟ عشان ربنا يدخلني الجنة؟ هو داير يهز فيك الايمان بالاخره عشان تبقى تاني ما في حاجه اسمها شيء لله، يبقى الشيء كله للدنيا دي. يقول لك نجي احنا نعمل حفلاتنا وجلساتنا المسائيه وكده وبرنامجنا الدنيا دي بس. لا نحن كمسلمين المسلم بيتحرك عقيده في الله سبحانه وتعالى ويتعبد الى الله عز وجل ويؤمن بالاخره. و ما انا ابقى يا اخي الشيوعيين مره واحد بيناقش فيني شافع بتاع الشيوعيين قلت له انت مؤمن بالله؟ قال لي لسه كده شويه لسه شويه. قال يا دوب دار اكون فكره انه في الله ولا ما في. يا ناس دار راجعين انهم بيصلحوا البلد يجي تلقى شيوعي بصفق والطلبه بصفق وراه رت رتت رت رت حريه. حريه بتاع شنو؟ زول بينكر وجود الله سبحانه وتعالى. ربنا اللي خلقه شك في الله؟ ربنا قال أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ذو الشك في رب الخلق الخلق شك فيه. أصلا لو جيت سألتك سؤال أنت كشيوعي أو علماني لو قلت لك الميت ده جبره ولا جابه زول
ما يقدر. تقدر تقول لي جاب راو؟ الا تكون بليد ما بيجي براو. المحاضرة دي قامت براها ولا قوامة زول؟ ما تقول لي قامت براها. إذن أي حدث لابد له من محدث، فما ممكن يكون الكون ده كله شمس بتمرق صباح بتغرب في المساء، الدوران بتاع الأرض، الأمور كلها مقسمة، كون منظم، منظم نظام دقيق، بشر يلد وينجب ويتكاثر، حيوانات، هوام، طيور، ده كله ما ممكن يكون جاي ساي. يا بالصدفة يا شيوعي لما لقوا انه المسألة دي الإقناع، إقناع الناس بها صعب، مشوا لفقوا لهم فكرة، والفكرة أصلا فكرة خربانة ومن ناحية علمية فاشلة، اللي هي النظرية بتاعت فريدريك داروين. أول ما لقوا إنجلس وماركس لقوا الكتاب بتاع داروين اللي اسمه أصل الأنواع، وكتاب داروين موضوعه شنو؟ موضوعه إنه الإنسان ده ما خلقه الله، الإنسان ده جا نتيجة بتاعت تطور، تطور معين اتطور، قال من حشرة ما تعرف الحشرة دي كبرت شوية مرقت، بعد شوية قال بقى قرد، بعد ما بقى قرد قال بدور العمل، دور العمل يعني القرد بيبدأ شوية بالشعبط في الشجرة بيديه عشان ياكل منها، دور العمل قال في تحول القرد إلى إنسان، شوية شوية قال إلى أن نشأت القرود الذين هم أجدادنا، قال ده الأجداد الشيوعيين القرود، يعني لو لقيتك شيوعي قول أنت حبوبتك قردوية، جدك قرد أنت، نحن جدودنا ما قرود، ولا ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان من قرد أبدا، ربنا يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة بتاعت موية في قرار مكين يعني في الرحم، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ده ربنا الما معترفين به الشيوعيين، شيوعي ما معترف به ربك أنت يا مسلم، ربك الخلقك في أشكال كده بدأت تجي من الصناديد القديمة القاعدة من زمان، صناديد قديمة ومن الصابية واحدين مرتدين أنا بعرفهم، تقال الجامعة دي كلها مسلمين، تقال كلها مسلمين، واحدين تانين نحن نعرفهم لا تعلمهم كويس. ربنا سبحانه وتعالى قال والسارق والسارقة، مشاية واضحة، فاقطعوا أيديهما، الله قال السارق يقطع يده جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قبل كده سألنا واحدين مجارمة قالوا نحن مؤمنين بالله، قلنا لهم مؤمنين بالله دي آية نزل الله، تعملوا بها ولا لا؟ كويس؟ ايوه قاعد يتزاوغوا، لا لا وبما انه وقاعد يحصل بما انه بتاع شنو؟ ما في بما انه، آية واضحة، ربنا سبحانه وتعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ده حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى، لكن العلماني داير له يقول لك ربنا موجود، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما يتحكم في أي شيء من حياتنا، لا يقول لنا ده حلال، لا يقول لنا ده حرام، لا يقول اعملوا كده، لا يقول ما تعملوا كده. وإذا لو أنت جعلت بالصورة دي يبقى ده ميلة، ميلة، لأنه الإله يأمر وينهى والعباد يعبد الإله اللي بيأمر وينهى، لكن ما يدعونه اللي بيدعوه من الدولة اللي بيسموها مدنية، ما في حاجة اسمها دولة مدنية، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عمل دولة المدينة، ودولة المدينة كانت دولة مدنية. يا سلام، طيب عندنا لك سؤال، أنا لا يا علماني اللي قاعدين حضر طلع ورقة وقمنا وقاعدين سلام عليكم، سؤال، هل دولة المدينة
هل بكان يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل جعل والي له واحد من الولاة كافر؟ من الحكم كافر؟ لأنه عندهم الليلة ممكن يتولى الحكومة كافر، ما بيجوز عندنا، ما بيجوز يتولى مسلم ولو ظالم. المسلم ولو ظالم ممكن يكون حاكم، ها؟ لكن الكافر ما يحكم. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الكافر ما بيحكم المسلمين، فهمت كلامي؟ عشان كده الحاكم المسلم، ودي كمان انا ازيدك يا علماني، وده بغيظك، ونحن ما بنخجل منه، وده ما كلام سياسي، ده كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. الحاكم المسلم لو ظلم وجار ينصح ويوجه، لكن ما بدون الخروج عليه. بيثبتها معاك، زعلان؟ اديك عليه حديث كمان. النبي عليه الصلاه والسلام قال: اسمع واطع للامير، وان ضرب ظهرك واخذ مالك. ده ظالم ولا ما ظالم؟ ها؟ علماني انت زعلان؟ انت قال الكلام ده تطبيل، يقول لك ده تطبيل طبعا. تطبيل طبعا. والجماعه دي بيكرسوا للظلم، انت بليد ولا شو؟ انت ما بتفهم. كلام النبي عليه الصلاه والسلام ما فيه تكريس للظلم، لانه ده عين العدل وعين العقل. قال لا انت كلام الرسول ما بتصدق، وانا عارفك ما فاجر مستهبل، كلام الرسول ما بتصدقه. لكن انا اديك نموذج من الواقع الليله، شوف الواقع الحاصل. دول كثيره مرقت برا ثورات، لموا فيهم ناس القرضاوي وناس محمد حسان وناس مين، اطلعوا برا، اطلعوا الشارع، يسقط يسقط، نمرق برا الشارع، مرقوا. سوريا مرقت، فهمت؟ مصر مرقت، بينات تونس مرقت، مرقوا الشارع، كسروا وخربوا، يسقط 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 السلطان، سقطوه. الحصل شنو يعني؟ هل الان سوريا بقت جنة الدنيا؟ مصر الان بقت جنة؟ ولا استفادوا حاجة؟ ما رجعوا لورا كلهم. وكان النعم البسيطة اللي بيلقوها حتى من الحاكم الظالم بتاعهم ده، الفاجر بتاعهم، أقل لا كان بيحفظ لهم الأمن. الواحد يمرق من بيته ويخلي أخواته في البيت ويخلي أمه في البيت آمنين مستغرين، يفوت ويجي راجع في أمان. الليلة الأمان ده ذاته مات. حقك الشال منك في الشارع، في الشارع حقك الشال. تشكيله منو ذاته؟ منو تشكيله؟ تقول له منو ذاته؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمع واطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لكن الحاكم بينصح، تمشي له وتنصحه، تتكلم معه وتوعظه، وده أدعى للقبول. لكن اللي بيحصل الآن ما هو إصلاح. شوف الناس المدورين ده كلهم، والثورات اللي بتمرق، ما في زول داري يصلح البلد، عشان ما تتغشى أنت يا مسكين، ما في ولا واحد منهم. أي زول داري يلقى له فرصة في العدة دي يعض زي ما ديلك أكلوا. ده الموضوع بس. يقطع وجوهته، تشوف أنت تقول عندهم موضوع، يحرقوا في اللساتك ويسقط، ولا بد نغير الحكومه. ها غيرناه عشان نعمل شنو؟ نعمل شنو؟ الزرابيه بتبقى 10 جنيه؟ في شنو يعني؟ داير يمسكه هو بس عشان يلبع زي ما دارك لبعه، يبلع زلط، فهمت؟ يبلع 60 عماره كبري، يبلعوا بيضهم وبشنو عليهم والله. داير ياكل بس. شكلنا نحن ويروح الضحيه الشعب المسكين. انت شغال بتكورك وعرقان، يسقط 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 يسقط، و سقط تاني، بتجي مع ذاك، ذاك ما برضه ضربه وقعد، تاني شغال يسقط 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 يسقط، وتجي بعد يا ها تشتغل كده لما تسقط انت ذاتك. انت جعان يا انت، عندك حاجه؟ تحت الفطور ما عندك يا ناس. الزول يبقى عاقل، كان ما عندك شغله بدين ذاته، دين كلام الرسول لو ما شغال به، ابقى عاقل وحافظ على بلدك وحافظ على اخواتك. صدقني انت الثوره لو مرقت وغيروا الحكومه وبقوك انت رئيس الجمهوريه انت ذاتك، ولا ادوك معتمد ولا لجنه شعبيه ولا روضه اطفال، انت كلامي. وجيت يوم من الايام لقيت اثناء الفوضى اللي بتحصل، ما الثوره دي تعب تقريبا، انت ما قول راسها الحكومه دي شايله تقريبا كده وركبتها من فوق وخلاص، في فوضى فوضى
بتحصل لو جيت لقيت امك ها واحد طعنها بسكين في البيت وقاعده جنب الباب لو ادوك حكومات الدنيا دي كلها ما بتقضيك ما بتعوض لك. لو جيت لقيت زوجتك خش عليها واحد وانتهك عرضها في الثوره والفساد اللي عملته انت لو ادوك الحكومات بتاعت العالم الاسلامي جد ما بتعوضك. ولا لا اي زول عاش الحروب وعاش المعاناه والفساد بيقتنع بالكلام ده، لانه نحن قبل اليوم كان عندنا زملائنا في مناطق بتاعت حروب الواحد بيدق له تلفون زميلنا كم قاعد في القاعه بيقول له عندك ثلاثه من ناس بيتكم ماتوا اربعه ماتوا استفاد شنو يعني؟ ثوره وما ثوره ويسقط ويتعفص ويطلع وينزل استفاد شنو؟ الناس تكون عاقله لكن في النهايه الافكار العلمانيه دايره فوضى عشان تنشر الفساد بتاعها عشان يفتحوا لك البارات بتاعت الخمره بره بمزاج شيوعي يخلف كراعه في نص الشارع ويمسك الكاشير بتاع المريسه. انت قال الشيوعي ده شنو؟ امسك الكاشير وينظم الصف بتاع الزينه. اجيب انت ارجع وري انت مدخن انت ما جيت تعال تعال بعدين انت مستعجل ولا شنو؟ تعال دايرين فساد زي ده دايرين يروا الفساد لان الافكار الشيوعيه الافكار الكفريه يا شباب ما بتنمو الا في واقع مليء بالفساد. الليله لما نجي نقول طلبه محترمين البنات لابسات كويس الاولاد اولاد مهذبين كويس يجي وقت الصلاه ورد الخشو جامع الرجال للخشو جامع النسوان بيصلوا الصلوات في وقتها. الشيوعي ما بيقدر يشتغل في جو زي ده ما بيقدر. شيوعي ده جامع تلفت معقول يا حريه ما في حريه ما في صلاه هنا ما بيشتغل. عشان يشتغل العلماني داير جو من الفساد الاخلاق. لما الزنا ينتشر ها وتنتشر الخمور بعد ذلك ببساطه واحد بيجي بيقول لك يا اخي والله شايف الحر دي كلها من الحكومه. كويس والله مره واحد قال لي الجماعه ده لا يمشي يقول لك الحر دي شايفه من الحكومه. كيف من الحكومه؟ قال شابكننا يا سوداننا تكبر يا سوداننا تكبر. قال لما انت كلو جنب الشمس فوق. هم دايرين جو بتاع فوضى عشان بعد شويه يجي بالراحه يزلي لك الافكار بتاعته الافكار الخلبانه عشان يجي يقول لك ما في الله وما في يوم قيامه. ما ممكن انت مارق من الجامع يقول لك ما في الله بيقدر وبيصدق منو؟ انت صليت وسبحت بعد الصلاه وجاي مارق ايمانيات ما شاء الله وخشوع ممكن تكون قرات لك حزب من القران ورد جاي مارق من الجامع ده كان قال لك ما في الله بتطب بنيه بتكسر خشم. لكن هو اول حاجه دايرك يقول لك شايف البنايه ديك يا اخي دي معانا زميله دي زميله راح عليها ده مش تقعد معاها بكره من الصباح دي بتلبيت لك جنب الباب زيك يا عزو خلاص دي كترت نص القريه القران راح بسوقك لفضلك ده هنا ومركت الغابه وجيت راجع انت كلامي ومشيت المحلات الثانيه دي محلات ثانيه خليها مشيت معاهم وجيت راجع تعرف لو قال لك ما في الله تقول لا تخيل كلامنا ما بعيد. الفساد اول شيء يبدا الفساد. عشان كده يا طلبه اكثر شيء انا قابلته خلال شغلي في الجامعات اكبر واقع مؤلم للافكار العلمانيه واقع دين. لما نيجي عند الطلبه تكون في محاضره لديك على الدين دين حد مو الدين بتاع كذب ساي هي لله هي لله ما لله ولا اي حاجه فهمت؟ شغل بتاع الكيزان رساله ماذا؟ دين عدين قال الله وقال الرسول عليه الصلاه والسلام فهمت كلامي؟ لما انت تجي تلقى واقع زي ده ما بيقدر بيشتغل جوا الشيوعي الا يمشي مع ناس ده صار وشه فلفل لك شعر لابس زي ما تقولون وسطان وقاعد يقول لك بلد دي ما نافع ما نافع عليا ما انا ما نافع. وانت جاي من وين انت صار خلقتك كده جاي من وين انت اصلا؟ يا ناس الافكار العلمانيه تقوم على امر اخر وهو استغلال المراه. شفت المراه دي عندهم هدف من الاهداف. عشان كده احنا الليله المنبر بتاعنا
سميناه والعلمانية والمرأة، لأنه الخراب بتاع المجتمع بيخربوه بالمرأة دي بس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. شوف أي زول داير خرب له مجتمع بس بركز على الحريم. بنات دار شفتها كانت تلحنك بيضيع عنك ولو إدلة تبعيد مني، لكن ما تقول يا زول أخوك أبشنب يا أبشنب بيضيعوك. اسمع كلامي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. تكون التنجيب جاي فارس زول بلد ساي سكينك في ذراعك وزول زول دين وكده، تجي تلقاك قاعد هناك بعيد أكان بالغ تتب وخدت لك صفة سافر وقاعد بغادي. شوف المرة دي أول ما تتلح حجاجيك من لبسك ده ذاته، تجي لابس جلابية وصير بادور من البلد وكده، أول ما تيجي تقول لك تسلول الصايل تعرف بليلك ده بتمشي خارج من الجلابية ده، لأنه أنت بقيت إنسان ما مواكب. بعد الجلابية أشياء أخرى في النهاية لما تجي تتكلم بالجد والله جد بين رجالتك دي كلها لا تتكلم بالجد وتعطشها من توضعات الجدادات يستغل النساء فساد المجتمع سائل من جانب النساء جدا كويس. لذلك يا اخواننا حماية المجتمع، انت كزول مسلم ما انت في النهاية ما تقول لا يا اخي والله نحن ما كشعب سوداني، شوف سوداني ولا بلجيكي انت بتقابل الله بعدين انت حتقول لا شنو؟ تقول لا انا ما نعيش شبابنا وما بقى الحاجات دي. اعمل حسابك المرة دي تبعد منا. يوسف عليه السلام تقال نفسك أتقى منه؟ أتقى من يوسف عليه السلام؟ راودته امرأة العزيز ومرأة جميلة كمان، فراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قالت هيت لك تعال. ويوسف جميل وشاب والبيت مقفل، ما في زول بيت مقفل زول بيشوف أمك شو من قبلت باب واحد. الله قال وغلقت الابواب، ابواب كثيره كانت كربك 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 كان قفلت عشان تطمئن دول بيجي ما ورثت البيت وقلت له لو ما عملته في سجن وفي مشاكل ثانيه خوفته كمان. ربنا قال قال معاذ الله، واول ما رب البيت دق الباب قام جاري منا مسكته من وراه مسكه قويه طبعا، لما شرط القميص في يده محل ما زقت سوى القوه دي كيف؟ كده شالت القميص في يده لكن هرب منا. قال انا ما تعمل لي كان شجاع وانا ما بصير عليه الموضوع ده، والبنات دي ما في النهايه زي خواتي ما زي خواتك ما تلف الدور تبعد يا زول، ده مشروع بتاع فساد ما زي اخواتك. اصل انت اختك لما تجي سايقه تقعد معاه زي ده وتاكل ايس كريم واحد تاكل انت حته وحته، مين الله خلقك حسن اكلت ايس كريم مع اختك زي ده؟ امك اكلتها معاه زي ده؟ خلي اختك انت بتموت علينا ولا ايش؟ والله زي اختي يا هذول والله اختك ما تضيع معاه سبع دقائق ما تقعدين معاه سيدي المهم. لكن يا اخواننا ده مشروع بتاع الحجم فالمجتمع يبسط من باب المراه، عشان كده ذاته دي نصيحه للنسوان، الواحده ما في داعي تضيع شباب الامه يا اخي ما في داعي. انت لما قعدت من البيت مارقه وجبت مكياج 60 لون فوق وهيني مقدم مع بجاي انت تشكل لك الوان تحيرك، وطبعا غش ساي كله كذب كله كذب الوان وتشكيلات وعطور وهدوم ما تعرف كيف، وجايه مارقه من البيت دي حتضل للمسلمين يا اخي. يجيبوا لنا مقطع كده شوف لنا بنات لابسات هيني وفكاش شعرين وجاريات في الشارع والناس ما بيزعلوين وذاك بيتونس بمزاج كده يقول لك يا سلام تعرف ده اللي طور اوروبا ذاته تلاقيها طورت الارضية دي ده مسكين ما فاهم الحاصل ولا شو الشغلانه ده. انا علم علم الناس يتعلموا اصلا هنا العلم وينه؟ اصلا علينا مش كده علم انت على المنظر اللي جاي ده يا ناس اصلا انا عليك الا بنتي ولا اختي افك هذا اللي جاي وهترقص في الدلوقه الله بالك اصلا العلم ولا راجعت ابقى لي
معلمه ولا دكتوره ولا تنفع البلد ترقص في الدلوك. يعني هسه انا متوقع يوم من الايام السودان يتطور بالدلوكه، يتطور يوم من الايام. قول ما حرام، قول حلال، قول حلال. حنتطور بدلوكه نحن ولا حنتطور بالرجال الخايبين اللي بيرقصوا جمعان نسواتك؟ ده حيطورونا يعني؟ دول ما قادر يرفع بنطلون اللي فوق قدام البنات كمان. لا ده حيطور البلد يعني ولا كيف؟ ها؟ يا ناس، يا ناس، نحن بالصوره دي بانتشار الافكار العلمانيه حيكون بجد السودان ده ماشي على مهلكه والله. والله مهلكه. اذا كان يا اخي الناس الزمان اللي درسوا واللي علموا ناس كانوا مهتمين بتعليمه اقلها كويس، لكن الان بقت الفوضى وسوء الاخلاق والانحطاط بقى سائد عند كثير من الطلاب والله جد. ودي مشكله كبيره وبتزرع فيها هذه الافكار العلمانيه والشيوعيه بين الطلاب عشان يخربوا علينا جامعاتنا وبعد شويه كل شيء يخرب. عموما انا خلاصه كلامي العلمانيه فكره ضد الدين، بيستغلوا جانب المراه. الليله تلقى البيت جايبين لك مثلا لساتك دعايه بتاعت لسك، يقول لك شركه دعم للساتك لسك واقفه يمه بيت. هسه البيت على غدا من لسك شنو؟ لسك بتاع بابور ها؟ ولا بتاع اي حاجه واقفه جنبه بيت ليه يعني؟ بتاعين الدكاتين واحد مروج هيقضي عقاب ولا بيع زبادي كابو كويس، يركب له واحده في الهايس قدام تلقاه راكبه ده قلام اكياد شغاله في 4 ساعات بترسم زين زين ترسم كويس. عشان تجي داخله انت بتاع الدكان المسكين تقول لك داير داير كابو، انت كم ما داير كابو بتتكبى في كابو ده. انت كلامي ما تستغلال يا اخي للمرأة. هل هذه هي حرية المرأة؟ دي حريتها يا اخي بيعوا بيك زبادي؟ انت كمرأة عندي قيمة يبيعوا بيك زبادي بس؟ وبعد ده كله يدوا عليك 700 جنيه اخر الشهر بحق المكياج، عشان مش تشتري مكياج وتتدين عليها 1,200,000 عشان تشتري المكياج بتاع الشهر الجديد تمشي تبيع دقوة. ده دي حرية المرأة؟ يا اخي قيمة المرأة في الإسلام، قيمة المرأة بحجابها. سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، دي أنت قايل السيدة عائشة لبست الحجاب ده عشان يشك في نفسها ولا شنو؟ زي البنات أستاذ واحد يقول لك يا أخي أنا والله بيت فلان أنا مالي شك في نفسي ولا أنا مربى يا كعب عشان ألبس زي ده. لا لا ما شك، سيدة عائشة دي أبوها أفضل زول بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهي منه وزوجها منه زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ويتزوجها عمره 6 سنوات بس. يعني عشان ما تقول لي أصله مجال لريبة ولا مجال لأي كلام فارغ في السيدة عائشة ما. مع ده كله لما جاء في قصة الإفك صفوان السلمي ابن المعطل الذكواني قالت فلما رآني استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت وكان يعرفني قبل نزول الحجاب، قبل ما ينزل الحجاب يعرفه استرجع. قالت فخمرت وجهي عنه بجلباب رضي الله عنه، ساق البعير بتاعه وماشي قدامه لحد ما وصل للنبي عليه الصلاة والسلام. السيدة عائشة لابسة لبس زي ده لأنه المرأة فتنة بتضيع. لكن الليلة باسم حرية المرأة ودي يغشوها شباب صعاليك حريتك ولا بد تتحرري. انا داري اعرف يا ناس البيت بتتحرر من منو؟ كل غيادة منو؟ تتحرر من قيود الله؟ الله الخلقه يا علمانيين الخلقه من المرأة منو؟ خلق الله ولا انتو؟ ما انا داري اعرف لينين خلقه ولا ماركس ولا نقود بتاع السودان ولا فطوم احمد ابراهيم ارجى المرأة وراجل في الحزب الشيوعي خلقوا المرأة هم؟ خلق الله، الله الخلقه ده اداه لبس قال لها البس كده ده الخلقه. انتوا يا علمانيين لما تخلقوا لكم مره امسوا سووا لكم واحده ركبوا بيجاي بيجاي جيبوا سبيرات من اليابان وتعرف ركبوها في جياد اتصرف. لما تسووا مره انتوا بعد تعالوا لبسوها ان شاء الله تلبسوها خيتين بس واحد بيجاي واحد بيجاي وتمروا ما عندنا معكم شعر
لكن المرأة الخلق الله الله نزل لها كتالوج إن صحت العبارة حجاب تعمل نزل من السبب قال يدنينا عليهن من جلابيبهن يدنينا يعني شنو يدني على يعني من فوق لتحت يدنينا عليهن من جلابيبهن من فوق لتحت كويس ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يزين المرأة لو خطت والبابا فوق في راسها ودلته أول شيء بينزل على وشها بيغطيها كلها ده ربنا الخلقة قال تلبس كده يجيك علمان يقول لك يا أخي حرية يا أخي حرية والمرأة تلبس زي ما هي دايرة ما حرية انت عبد الله ما حر لو ما عبد الله ينفكي ساعي قلت أنا شيوعي كفرت بها الله هاي دين أنا ما داير باي باي دين تاني ما في بعدين طب طريقتك لكن بتلقى حسابك بعدين أما مسلم مسلم بيعبد الله ورسوله هو محمد عليه الصلاة والسلام قال لك تغطي المرأة تلبس الحجاب ما في حاجة اسمها حرية ما في حاجة اسمها حرية ضد الدين انت لكن دي الآن النغمة اللي بدندن حولها العلمانيون حريات وديمقراطية يقول لك احنا دارين البلد البلد للجميع كذابين حتى لو سلمنا معاكم جدلا ما دارين شريعة إسلامية سلمنا جدلا البلد للجميع والحرية برضو كذابين ما في بلد واحدة في العالم حتى الدول الآن اللي بتنادي بالعلمانية الدول اللي بتنادي بالعلمانية ذات ما في بلد فيها حرية مطلقة الآن انت ممكن تمشي تترشح ها مثلا زول في أمريكا هل أي زول يترشح للرئاسة أي زول يجي يترشح مسلم ممكن يترشح للرئاسة بتاعت أمريكا والله إن جاء العينة ما في حرية حرية وين في فرنسا مش قالوا حرية في فرنسا منعوا الحجاب قريب ده انت لو قلت حرية طبق مبدأ الحرية بتاعك انت ذاتك متناقض فيه يجي طوال يعترض على الحجاب يقولك دي ما لابسة لا حاجة في وشها وده شو اللي العاملة فيه طب انت قلت حرية دي الوجدة حقك انت ولا حقها هي وجدة حقها هي خطت فوق ليه ودلقان ان شاء الله تخط فوق ليه وفورمايكا تمالك مانا مش حرية خليها يجي يقول لك انت ديقنا دي ما لا عاملة كده اديك اني مركبة عندنا ولا عندك انت لا في وشك انا ركبتها مش حرية انا داير شعر يقوم هنا يا اخوانا حرية داير هنا شعر يقوم يقوم كثير طويل ده هنا اجي مع شبه كله مش حرية تورك معي لكن هو يقول لك الحرية بعد شوية الحرية لما تجيب حاجة ضد مفهومه هو لا ما داير لكن بصراحة أقول لكم الحرية بتاعته هي شنو؟ دي حرية الوصول للمرأة داير تبقى المرأة متاحة بتيم ما هو عاوزة يقدر يحصل دي الحرية المقصودة عند العلمانية مش حرية الأفكار والمفاهيم وإن كانت ذاتها في الإسلام ما في في الإسلام ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نحن عباد لله نحن ما أحرار عبيد لله سبحانه وتعالى نسمع كلام الله نعمل الحاجة اللي قال لنا الله ده المبدأ الصحيح عندنا بتاع الحرية حر عبد لله يعني حرية تحت مظلة الشريعة الإسلامية دي الحرية اللي احنا مقصدها على أي حال شكل الزمن بتاعنا خلص احنا تعالوا الزمن لحد الساعة 4 لو في أسئلة ما في مانع نجاوب على السؤال لو مكتوب لو مباشر كل ما في معي تفضل انا ما شايف في المانيين قبل شويه كانوا قاعدين هنا كانوا ايه تعال يا شوعي شعر الكفار ولا ما كفار كويس واحد يقول لك انا شيوعي لكن والله بصلي يا مولانا يقول لك شيوعي لكن بصلي صلي ليه قال لك صلي منو الله انت مؤمن بالله لما تكون مؤمن بالله بعدك صلي لكن ما مؤمن بالله صلي ليه لكن عندهم الشيوعيين حاجه اسمها كادر صلاه عشان انت
انت ما مسلم تخاف الله بيصلي في الجامع الشيعي عشان يوشك لا بد يجي داخل معاك الجامع سبحان الله يشطف وجهه يشطف ساي يجي داخل ملصقني علاته استغفر الله الله اكبر طيب خاشح كده عامل يا انت بتصلي ليه؟ هو كافر ملحد لكن داخل الجامع عشان يشيلك انت معاه ونربيه وانت عشان يغشك يقول لك يا يعني احنا ما كفار يا الناس اللي بيقولوا عننا ما شفتهم ناس الجماعة الهوس الدين يقول لك يقولوا عننا كفار بخير استغفر الله العظيم احنا ما كان كافر وكافر لكن كذاب عشان يغشك انت كلامي انا ما بقتنع انت تقدر تساله سؤال قول له شوف انت لو شيوعي ها لو انت شيوعي معناه ما مسلم لانه الشيوعيين قالوا لا اله والحياه ماده والدين افيون الشعوب لو شيوعي معاهم معناه ما مسلم لو انت ما شيوعي ما تقعد معاهم شنو تقعد تصفق لهم وبتطبل لهم انت كلامي ليش قالوا في ناس بيزوروا قبل وتحسونا الشيخ حسن وتحسونا يقولوا هذا حج حج وين هذول الحج في بيت الله الحرام كويس ربنا قال وليطوفوا بالبيت العتيق في ناس بيمشوا الغمور بتاع وتحسونا والكباشي وناس البراهي والجماعه ذيل تلقى الجماعه قاعدين جنب القبر ناس بيسفوا تراب ها بيشيلوا فواحدين بيشيلوا سفري هذا كوب بيشيل البيت التراب كويس بتاع القبر ناد بينادوا زول الميت تلقى شغالين ابو يا شيخ يا اخي مره واحد مرسل لي مقطع لزول يا قليد غلده والله انا كان في محله كان بمشي علينا جونسينا ديلك بلا تخن وجهي قدر كده كويس واقف جنب الغور ده حسونا يا ابو يا شيخ وتحسونا الناس ديل جوك عامل فان ناطق الرسمي باسم شو لنا كده اليوم عاوك هو ناطق الرسمي اسمهم الناس ديل جوك واحيوا سنتك وجايينك من بعيد اديهم اي واحد حاجه الدايره قال يا زول قال يسالوك الصرف الصرف ده من الخرطوم انت قالوا في البلد كبيره اصل البلد دي مش كلها مشاكل جت مشاكل قال لو جات مشكله كبيره قل يا ولي الله اسماعيل قلت نادي اسماعيل يعني احنا نخلي الله نقعد يا اسماعيل اوه اسماعيل ده لحقنا هل يلحقك كده نادي اسماعيل بالحكم ما بالحكم ولو ناديته تكفروا بالله ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني أها فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الله اللي بيجيبك لكن إسماعيل ده عبد لله مات البرعي عبد لله مات أنا وإنتو كلنا عبيد لله وبنموت ما بننفع ولا بنضر رسول الله عليه الصلاة والسلام خليك من البرعي ولا الصايم ديمة ولا إسماعيل ولا كباشي رسول الله العظيم الكريم كويس ابن عباس قال له قال اذا سالته فاسال الله ما قال لا سالني انا وده النبي صلى الله عليه وسلم نبي مكرم معظم افضل زول خلقه الله ما قال لنا دين انا عشان كده شفت الافكار بتاعت الصوفيه دي تقنع منها اول حاجه فهمت وتوري اهلك هناك تبي توريهم تقول لا امي ما تمشي الا بتاع القبه وما تجيب المحايه بتاعت الشيخ أنا قابلني واحد من أهلنا ده ذو الفاهم جدا رغم إنه بيسكر بطقه بيسكر سكر جد كويس أمه ساقته قالت لا رح نوديك للشيخ يديك محاية تشربها عشان تاني ما تشرب المريسة دي وفاهم الحاصل ركب معاه قال لا رح قاطعين البحر بالمركب ساي قطعوا البحر بهناك القارورة ملتها محاية من الشيخ طبعا ده شغل شركي فهمت؟ ملت المحايه وجاي راكبين في المركب راجعين قال لا كده اظن القاروره عجبته داري يجيب فيها المريسه عاين فيها كده بوح لا كباه في البحر يا حاجه قال لا ده شرك وديك جهنم خلينا اجيب فيها المريسه وده في خدا وعنده فهم بالمناسبه كلامه ده رغم انه شغل بتاع مريسه لكن عنده فهم ليه؟ لانه الخمره معصيه الخمره معصيه اما المحايه دي شنو؟ تشرك بالله لانه فيها عقيده يقول لك شربتها المحايه بتاعت ابويا الشيخ ما بتجيك مره ثانيه اكلت طينه وضت طريفي يقول لك ما بتجيك اي حاجه ثانيه
شايف ناس الجزيره بيجوا يضحكوا ما هناك دي شفتها انت ود الطريفي ناس بيركبوا لها باللواري تجيب طينه تحت ود الطريفي يا ناس ناس يعبدوا لهم في طين طينه طينه بتاع شنو الصحابه جابهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم الطريفي منو الطريفي ده شنو ذاته في آية قالت الطريفي ولا حديث كويس رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم قبره في المدينه الصحابه يوم من الايام ما اكلوا لهم حجر من قبر الرسول ما سمعنا ذاته صحابي جسفة تراب ده قبر النبي ذاته صلى الله عليه وسلم تيسا تقول لك طينة ود الطريفي وشنو ما تعرف سجم الرماد دي عقائد خربانة شوف لو قلت لي ها انا مركت من الشيوعية وجيت خشيت للطريقة وبقيت انده الولي انت عارف انت دخلت الاسلام بأيام ومركت بغادي ما عملت اي حاجة دخلت بأيام ومركت بهناك طوالي ما في ما استفدت اي شيء عشان كده داير انت تكون عديل مستقيم القران والسنه بس الدين ده قاعد في القران كويس في سنه النبي عليه الصلاه والسلام طيب قال ما رايك في تفسير في ظلال القران لصاحبه سيد قطب اوعى تقرا التفسير ده تفسير سيء جدا اول حاجه فيه تكفير المسلمين شت كلهم وده كمان كفرهم قال ولا وجود للإسلام ما في إسلام قال وجوده قد توقف قال وإن كان هناك أناس يرددون لا إله إلا الله في المنابر قال برضو ده المرتدين وسب فيه صحابة كويس وتكلم فيه في الأنبياء وجاب فيه ضلالات كثيرة جدا ده ما تفسير ذاته حتى لو ما فيه ضلال ما تفسير مزرع القرآن ده ما تفسير عبارة عن نظريات زي جريدة الدار وجريدة حكايات فهمت؟ وجريدة أخبار اليوم ما في شيء نظريات ساي يقول لك وأشعرت وأثناء ما أقرأ هذه الآية شعرت بإحساس داخلني ثم خرج مني ده شنو ده تفسير؟ إحساسك أنا مالين ماله؟ أنت عارف مين الأول؟ مين المقدمة بتاعته؟ قال لك ده تفسير بتاع أحاسيس الآية قال بحس بها كده أنا أحس إنه في حاجة طيب انا ما احس برايا احس بحسك انت ليه يعني ما برايا شيل القران واحس زي ما انا داير ده ما تفسير التفسير اللي بينقل عن الصحابه فهمت بينقل عن العلماء على الائمه الاربعه ده تفسير بتاع علم تفسير ابن كثير تفسير الطبري تفسير القرطبي وان كان عليهم ملاحظات لكن برضو ممكن تقرا له فهمت تفسير غيره معالم التنزيل للبغوي غير من التفاسير طيب ده برضو انتهى ده بتاع الحسون انتهى قال بعد وفاة الميت بالتحديد بعض الجماعة يقرؤون القرآن بعد 40 يوم من الوفاة يا اخواننا قراءة القرآن للميت الصحيح انها ما بتصلوا شمتها ايه برقبتك ده تقرأ القرآن للميت ما اتصلوا الميت ادعو له بس لانه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ذكرناه قبل قال اول ولد صالح يدعو له ادعو له الميت في بيتكم تمشي في المقابر تدعو له والله في المسجد في الشارع ادعو الله بس اللهم اغفر له وسع له قبره نور له في قبره ادخله الجنه الى اخره الدعاء بيصلوا الصدقه بتصلوا يعني لو زولك تب امك ابوك اخوك شعمل لك بياره بتاعت مويه صدقه له جيب لك مصحفين خدتهم في الجامع يمشي الاجر يمشي له ما في مشكله الدعاء الصدقه الحج العمره ده يمشي له اما قرات القران لا ما ثبتت تقرا القران يقول لك وهبت ثوابا للميت دي ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه قال الحقيقه في الاونه الاخيره انتشرت ظاهره تنامي المراه داخل الجماعات الإسلامية في الأسواق والشوارع والندوات فهل يريدون أن يظهروا بصورة تقدمية وأنهم غير متخلفين أم ماذا؟ كويس؟ أنت زعلان؟ كلامك ده ذاته أنت زعلان ولا مستغرب؟ زعلان ولا مستغرب؟ لو زعلان ما تزعل ما زي ما الما لابسات حجاب قعدات دي القعدات يعني السودان ده حقهم براين ديلك والسودان ده حقهم كلهم ما تزعل ولو انت مستغرب
ديل طالبات. تاني انت قايل شنو في الاسواق؟ اسواق انت قلت لك نسوان قاعدات في السوق بيحضر لهم في حلقه لقناهم قبل كده. ما في في الاسواق، ديل طالبات في الجامعه زي ما انت قاعد تحضر هم بيحضرن. فهمت كلامي؟ فانت ما تزعل ولا تستغرب، دي حاجه عاديه زي ما انت بتستفيد هم بيجن بيستفيدن. وقال دار تظهروا انهم ما متخلفين وبصوره تقدميه، والله هم اصلا ما متخلفين يعني. وفي النهايه اذا كان اللابسه هيني ما متخلفه، ها طيب اللابسه كامل تكون متخلفه ليه يعني؟ وديك خلت تلبس هنا شنو يعني؟ كويس؟ فما ده شنو يعني؟ انه ما متخلفين، هل هم متخلفين؟ تعال انت اثبت لي انه الزي الاسلامي بيمثل تخلف. وهل التخلف بالازياء؟ باللبس؟ في ناس بيمشوا ساية انفكوا ولا حاجة. رجال ونسوان انا بعرفهم. حتات معينة كده سيبنانا منا وين؟ كويس؟ بيمشوا ساي. ها والله ده ضاربهم. هاي تقدر تزالهم؟ يوم من الايام الانسان ده كان بيلبس حاجات بسيطة، فالزي ده منه ما هو ديني ومنه ما هو ثقافة. وزيك انت في النهاية ما بشكل هو براو فهمك انت، ما بشكل براو، وان كان بشكل تدينك. زيك عنده علاقة بدينك لكن ما براو عنده علاقة بالفهم. فهمت كلامي؟ هسا الخواجات ديل، وفي الخواجات بالذات الانجليز، هل انت جاي عندهم الشغل بتاع الموضات بتاعك ده؟ الليله لو طلعت موضه واحده بس جابت فنانه رقصت بها في اي تلفزيون، فنانه رقصت لها بلبسه جت البنات تلقى كميه لبسوا زيها. ولا اولاد في صعلوق ولا بتاع كوره حلق جمبور لفوق ولا زلطه بجاي ولا شفتها عملها صريمه دي حقت الحمار ولا كده تلقى صرموا من الصباح جت. كويس؟ دي ثقافه بتاعتنا نحن، لانه نحن ناس ما في النهايه كثير مننا ما عنده ما عنده اعتزاز بشخصيته ولا بذاته، بس جايين مع الجماعه، ده حلق حلق وراه نزل بنطلون ونزلوه رفعوه بيكونوا كده شغالين. المجتمع الانجليزي ده الان عاجبك انت كعلماني، وانجلترا دي قايده من قوات العلمانيه. المجتمع الانجليزي ده ما عنده علاقه بالموضه كله. شفت الهزاز؟ بتعرفوا الهزاز الزمان ذاك؟ تلقى لابسه حبوبتك هسه. هسه ده مش تلقاهم لابسين هزاز. عادي جدا. والبنطلون العامل كيف وريدك ما عندهم شغله بالتغلب الثقافي ده. كويس؟ ده ما معناه انه ده تخلف. وان كان هم عندنا دينيا متخلفين. لكن بمقاييسك انت امشي قول لهم متخلفين برضه. طيب. قال في حديثك عن الخروج عن الحاكم، لماذا الإخوان المسلمين في مصر أيدوا الخروج على محمد مرسي؟ وما الفرق بينكما؟ أم شنو كده الاثنان؟ أيوة، بما إنه الاثنين قال وجهان لعملة واحدة، نحن وجهان لعملة واحدة. العملة وين هي؟ العملة ذاتها. شوف قاصد الدين يعني الدين عملة واحدة. شوف يا عمك انت ما فاهم حاجه، نوريك الحاصل. نحن عندنا الخروج على الحاكم ما بجوز، وده انا ما جبته من الاخوان المسلمين، ولا الاخوان المسلمين عندهم علاقه بالكلام ده. ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، الرسول يا ناس عرفتوا النبي محمد بن عبد الله، ده اللي قال الكلام ده. قال في حديث في الصحيحين، قال سترون بعدي اثر يعني القروج بخموها الناس الحكومه، وامورا تنكرونها. في حاجات كثيرة ما بتركب لك تنكرها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوهم الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. ما قال اخرجوا. ما قال اخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ أما العمل الإخوان المسلمون هم اللي خربوا مصر. الإخوان المسلمون بما فيهم حزب النور اللي بيسموه سلفي. برضو من الإخوان المسلمين. وده اللي أججوا الثورات وطلعوهم وأخرج وأحرق وما تديها للحرامية، أقتل واحد أقتل مية، ما تديها للحرامية. ده شعار الأخوان المسلمين كان هناك، قتل وسفك للدماء. خربوا مصر وما استفادوا أي حاجة. أدالة مرسي جاب الإسلام؟ مرسي مش أخو مسلم؟ أدوا الحكومة حكامة سنة وزيادة ولا سنة بس؟
سنة. هل الإسلام البنادوب الأخوان المسلمين جابوا مرسي في مصر؟ أول ما طلع عليهم في الخطاب قال لهم أنتم السيادة العليا التي لا تعلوها سيادة، أنتم الذين تغررون. يا زول السيادة عند الله، يا عند الله السيادة ما عندي. بعد ذلك سألوا عن الحدود الشرعية وإقامة الحدود الشرعية، قال دي ما من الشريعة الإسلامية، حد الزنا وحد الحرابة وحد السرقة وحد الخمرة، قال دي ما من الشريعة الإسلامية، ده مرسي دار يجيب الدين. فدل كلهم شغلانة بتاعت خراب. عشان كده يا شباب خليكم واعين، أنا ما عندي علاقة مع حكومة ولا مع غير حكومة، لا حكومة لا معارضة، لكن بقول لك كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام بتاع ذول عاقل بس. انت خليك ذول عاقل بس. نحن الليلة هل دارين بلدنا تبقى ساحة بتاع الدماء وفساد في أي شيء زي ما الآن في سوريا؟ يا غص عليك الله يا شباب، لو ما المظاهرات دي فساد السوريين يشحدوا في السودان؟ سوري بيشحد في السودان، بلد حضارة وبلد علم وبلد رقي وبلد الحضارات الإسلامية الأولى وبلد النصر. حتى ابن تيمية جاب 5 آيات فهمته، وجاب 5 أحاديث بتتكلم عن فضائل دمشق كويس، وبتكلم عن فضائل الشام عموما. تخيل معاي الآن بقت غير قابلة للسكن، تقدر تعيش في سوريا؟ كلهم بيجوا جماعة بيجاي، الله يعينهم ويوفقهم ها وينصرهم على المجرم الفاجر اللي قتلهم وأباد كمية منهم، أباد كميات فهمتني. لكن برضو السبب يرجع للناس اللي أيدوا الفتنة دي، السبب برضو يرجع للناس اللي أشعلوا من الأول، لأنه هو مجرم لكن ما براه مجرم. في النهاية قد يكون الحاكم طاغوت ومجرم وكافر، لكن انت ما ترمي بنفسك في التهلكة يا أخي. زمان موسى عليه السلام ما فرعون قاعد قال طوالي نمرق ثورة ونخرج عليه ومرقوا واطلعوا، لا ما في فهم. انت ممكن يكون كافر وملحد لكن ما بتطلع عليه، بتحافظ على الدماء، بتحافظ على الأعراض، بتحافظ على البيوت. ديل مرقوم أس الآن سوريا بتتمنى في الوضع القديم، العراق بتتمنى وضع الفاجر صدام حسين، تتمنى في الوضع بتاع صدام حسين، لأنه في النهاية كان زول تافي لهم الشيعة ديل ومسكتهم وحافظ لهم أمانهم ويأكلوا ويشربوا وعايشين، والدار يعبد الله بيعبدوا والما دار يعبد الله ذاته يبقى كافر كافر قاعد في محله. فهمت كلامي؟ الناس كانوا عايشة في أمان، لكن هسه وينو؟ الشيعة الآن بيرتكبوا جرائم وما يقتلوا إلا أهل السنة مثلكم كده، ما يقتلوا إلا ديل. ده شيء دارينه؟ انت قال البلد دي الالغام اللي فيها شويه، انا دارك تكون عاقل. كلامين بقوله لك ده ما كلام بتاع سياسه، كلام بتاع فهم. حافظ على اخواتك وامك وعلى عرضك. البلد دي الناس اللي لابتين جوا ما شويه، وشوف لو قام الثوره واختل الامن في البلد دي بقى الشرطه بتحميك ما في، امني بيحميك ما في، تاكد معاي والله من بيتكم ما تقدر تطلع. والسودان ده بلد مشكل تشكيلة غريبة جدا من العرقيات والإثنيات والجماعات المتطرفة والجماعات الدينية، تظهر لك كتل والله تصفيات ثقيلة جدا، والله ما تعرف تمشي وين. عشان كده يا ناس زول يبقى عاقل. الثورات دي أنا دينا ضدها وعقلا ضدها. وين تمشي؟ لف ودور، تلف وتدور وتجي في النهاية تلحس التراب انت وتتهان وتتزلق، وما حتجيب لك نظام اللي بتتوقعه انت، نظام الامثل. واحد يقول لك دارين نعيش مرتاحين، ما بتعيش اصلا والله، يا الموت بس بعد ذاك. ما بقول لك الكلام ده عشان انا عندي لك فكر معين ولا عشان انا جاي اتكلم باسم الحكومه او باسم المعارضه، انا ما عندي معهم شغله كلهم، لكن في النهايه بقول لك الحق اللي ربنا اوجبه علي. طيب السائل بيقول اتحدث عن العادة السرية. العادة السرية يا اخواننا محرمة، وربنا سبحانه وتعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم
أو ما ملكت أيمانه، اثنين بس، يا زوجتك يا ملك اليمين، دي السرية اللي بتجي بالحرب بالجهاد، زوجتك ملك يمينك. قال فمن ابتغى وراء ذلك، لو عملت أي حاجة تاني، عادة سرية، زنا، غير من الأشياء، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، محرمة. والإنسان شان يجتنبه ويبتعد عنه يبعد عن القعاد براو. فكر المناظر اللي بيشوفها في التلفزيون، في التلفزيون ولا في الموبايل، مناظر الشينة ما يعايل لها. ما تفكر كثير، ما تقعد في الحمام كثير، فهمت؟ أقرأ القرآن، غير من الأشياء اللي بتشغلك بالطاعة عشان ما تعمل المعصية دي. اثنين، قال غسل الجنابة بصفة عامة. غسل الجنابة شباب عنده ركنين أساسيين، اثنين بس، ده لو عرفتهم غسلك صحيح. اثنين، الأول النية، ما تقول كنت خاشي تستحمى ساي، يقول لك ماشي استحمى ساي، ده مويه ويجي مارك، ده ما يهو. نية، نية غسل الجنابة. الثاني، تعمم جسدك كله بالمويه من فوق لتحت، يعني انت نويت وعممت جسدك كله بالمويه خلاص. دائرة السنة، السنة تغسل يديك 3 مرات، تغسل موضع الأذى، الموضع اللي فيه ولا المني وكذا تغسله. بعد ذاك تتوضى وضوءك للصلاة، وضوء كامل عديل. بعد ما توضيت تدي راسك 3 غرفات في راسك، تخلل شعرك بأصابعك. بعد ذاك تغسل الشقة الأيمن من فوق لتحت كله. بعد ذاك تغسل الشقة الأيسر من فوق لتحت. ده غسل السنة، ده أجره أكتر، أجره أكتر، تمام؟ أما الأول ده صحيح، لو اغتسلت بالصورة دي تصلي طوالي. أما لو اغتسلت بالصورة الأولى إلا تتوضى ثاني. أما لو اتوضيت واغتسلت، والأفضل تتحاشى موطن العورة ما تلمسه بعد الوضوء. بالصورة دي كده من الحمام والجامع طوالي. طيب، قال ما رأيك في الجماعات التبشيرية ولا شنو؟ يأمرون الناس بالخروج في سبيل الله 3 أيام، ده جماعة البلاغ. الخروج يقول لك في سبيل الله، التبليغ، بتلقاهم ديل جايين فهمت لابسين لك عمم، عمة عندها نايتين بيجاك، عزبتين، كويس، شايلين البقج بتاعته، شنطة وشايل له ما تعرف عفش كثير، وشايل لك كيس فيه خضرة وبتاع وعجور، يجي يفرش في الجامع، تلقاهم متكلين في الجامع. فرشوا وعلقوا السراويل فوق ورقدوا، جاب ناموسية خدتها، تلقى الحلة هناك مولعينا وكمشة وبتاع، متكلين في الجامع. ده المجارمة بس، لو جوا في الجامع كنا نطردهم بالكمج بتاعتهم، طقعوا بالكمشة في راسهم وامرقهم برا، ما يقعدوا في الجامع، لأنه ده العبارة أول حاجة عن صوفية، نمرة واحد. اثنين، عندهم شعوذة، يقول لك واحد بيقعد في نص الجامع وديلك بيمرقوا بلفوا بالحلة، ده بسموه دينامو. قال دينامو يا ده، احنا في المنطقه الصناعيه دينامو بتاع شنو؟ دينامو قال قاعد في نص الجامع، ده بسبح قال بيحمي الجماعه اللي قاعدين ديل كلهم، ما بيجيهم اي حاجه، بالله انت مستهبل ولا شنو؟ يقول لك مارقين 3 يوم، 3 يوم ليه؟ 4 يوم ماله؟ ولا قال لك امرك 3 يوم منو ذاته؟ ولا الرسول مرق 3 يوم؟ ومارق تسوي شنو انت؟ يقول لك راح نجدد الايمان، قال والايمان بيتجدد بالحوامه، قال تمشي بكرعيك، ما بيركبوا والله، يودوك معاهم يدقوك الدار لما روحك تمرق، يا ناس اركبوا ركشة، لا لا لا، يقول لك الصحابة كانوا يمشوا بأرجلهم، الصحابة كان عندهم ركشات، لو عندهم ركشة ما كان ركبوها، ورررر بكرعينهم، يجيبك من دنقلة، يا ناس ده شنو ده؟ أنت عارف الإيمان اللي عندك بيمرق، خليه يزيد إيمانك، اللي عندك ذاته بيمرق، لأنه في النهاية جوع وعطش وبشتنة، ومع ده عغايز صوفية زي العبادات بتاع البدع كلها وضلالات، ما تمرق معهم. السما تمرق معهم، يقول لك اخرج معانا خروج في سبيل الله. طيب تقول الخروج ده دين ولا فسحه؟ فسحه ساي ولا دين؟ يقول لك دين طبعا، دين جيب دليل. ما في دين ساي، تقال في دين ساي كده ده؟ تقول انا راح اخرج؟ لا لا راح ندخل. ودين ساي انت قالوا؟ جيب دليل قول له، خروج 3 يوم منو الدليل؟ ما في دليل. بعدين انت جاهل، يمرقوك جاهل انت، يلقوك قاعد ماسك لك سيجاره جنب هنا برا. كويس؟ يقول لك لا بد تخرج معنا في سبيل الله. ها ناس اخرج وين؟ داعية في سبيل الله. بس جارتي دي يقول لك لا لا تتوب منها تخليها. ها جدعتها. ادعو الناس اقول لهم شنو؟ يوقفوك في الجامع والله مرة واحد قاعد يبكي، وقفوك بعين في الناس.
الناس راجعين يمضوا معاه خط ايده في راسه قاعد يبكي ما عنده معلومه يقول للناس شنو ذاته ناس جهله هم جهال وطلعوا ناس جهال ويمشوا لهم مجتمع جاهل ده اللي حيدعوا لشنو بعدين يقول لك اتوكل على الله امرك معانا قول لهم يا ناس انا متزوج عندي اولاد هذول ثلاثه واحدين في المدرسه واحدين شنو يقول لك لا توكل على الله يا ناس التوكل ده معاه والاسباب ما ساي يعني انا اتوكل على الله واجر ملايتي ارقد اولادي ياكلوا شنو يقول لك بس اتوكل على الله وامرق معانا ده ما توكل ده تواكل فهمت كلامي في النهايه ربنا سبحانه وتعالى بيسالك عن اولادك ديل او عن اهلك او عن دراستك واحد بيحكي لي قبل فتره قال عنده اخوه شقيقه بيقرا في كليه الطب لعلها جامعه الخرطوم جا الجماعه دقوا في مقلب وقال اطلع معانا مشى معاهم في الخلف بتاع دنقل داك داقينه بكرعيس هاي ماشي بالعطش ازول مات في الشارع كاتب لاهله وصيه في قميصه الواد ده بيحكي لي قال لي امي الليله دي كرهاتها في الدنيا حيث مدين كره الدين ده كله صح وغلط السبب شنو؟ لانه ده ما دين ده ما دين زول قرايتك في الجامعه دي بر لوالدينك تفوت تطفش تخلي الجامعه تمروا لك مع جماعه طاله سامع عندهم موضوع فهمت يلفوا بيك وكتلوك في الشارع طيب قال الشيعه كفار ولا مسلمين؟ الشيعه منهم كفار ومنهم مسلمين اما الشيعه الزيديه ده نوع من انواع الشيعه الزيديه ديل ما بيكفروا برساله محمد عليه الصلاه والسلام ولا بيدعوا انهما رسول لكن بفضل علي بن ابي طالب على ابي بكر وعمر ديل ما بتقول كفار اما الشيعه البسبه ابو بكر وعمر البسبه ابو بكر وعمر واللي بيعتقدوا انه الصحابه كفار والسيده عائشه زانيه والعياذ بالله اللي بيعتقدوا العقائد دي والعقائد الاثنا عشريه انه عندهم 12 امام والنبي صلى الله عليه وسلم الشريعه مفترض تجلي علي وجبريل غلط ادى له محمد عليه الصلاه والسلام اللي بيعتقدوا عقائد زي دي ما مسلمين ده الكفار اما الزول الثاني اللي بيعتقد انه شريعه محمد صلى الله عليه وسلم هي الصحيحه والحق وكده لكن يقول لك بس علي بن ابي طالب مظلوم وكده ده في النهايه مبتدع ضال لكن ما كافر ما بنقول عليه كافر الصلاه شكلها جات نشكركم جميعا على حسن الاستماع الى ان نلتقي والسلام عليكم ورحمه الله وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان.